أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 294 سورة الكهف. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله، وليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم. عظمت في القبح تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل، ما يقولون إلا قولا كذبا لا أساس له ولا مستند. يقول تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك يا أيها الرسول مهلك نفسك حزنا وأسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ. يقول تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا، لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحقه. يقول تبارك وتعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات، وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك. يقول تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لا تظن يا أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتبت فيه أسماؤهم من آياتنا العجيبة، بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض. يقول تبارك وتعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اذكر يا أيها الرسول حين التجأ الشبان المؤمنون فرارا بدينهم، فقالوا في دعائهم لربهم: ربنا أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجنا من أعدائنا، واجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء إلى طريق الحق وسدادا. يقول تبارك وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم حجابا عن الاستماع الأصوات، وألقينا عليهم النوم أعواما كثيرة. يقول تبارك وتعالى:
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكثهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد أو هذه المدة. يقول تبارك وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نطلعك يا أيها الرسول على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه ولا شك، إنهم شبان آمنوا بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هدى وتثبيتا على الحق. يقول تبارك وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه والصبر على هجر الأوطان فيه حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر الظالم إيمانهم بالله وحده، فقالوا له: ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض، لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبا، لقد قلنا إن عبدنا غيره ذلك قولا جائرا بعيدا عن الحق. يقول تبارك وتعالى: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين: هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها وهم لا يملكون على عبادتهم برهانا واضحا، فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك إليه سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات: واحد، أن الداعية إلى الله عليه التبليغ والسعي بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف. اثنين، في العلم بمقدار لبث أصحاب الكهف ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته. ثلاثة، في الآيات دليل صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوفا من الفتنة. أربعة، ضرورة الاهتمام بتربية الشباب لأنهم أزكى قلوبا وأنقى أفئدة وأكثر حماسة وعليهم تقوم نهضة الأمم. ولذلك في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى في عز شبابه. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات: الآية رقم 5، كلمة كبرت كلمة يعني ما أعظمها في القبح من كلمة. الآية رقم 6، كلمة باخع نفسك يعني قاتلها ومهلكها أو مجهدها. الآية رقم 6، كلمة أسفا يعني غضبا وحزنا عليهم أو غيظا. الآية رقم 7،
كلمة لنبلوهم يعني لنختبرهم مع علمنا بحالهم، كلمة أحسن عملا يعني أزهد فيها وأسرع في طاعتنا. الآية رقم 8 كلمة صعيدا جرزا يعني ترابا أجرد لا نبات فيه. كلمة أم حسبت في الآية رقم 9 يعني بل ظننت. كلمة أصحاب الكهف، كلمة أصحاب الكهف وهو النقب المتسع في الجبل. كلمة الرقيم وهو اللوح فيه أسماؤهم وقصتهم. الآية رقم 10 كلمة أول فتية يعني التجأوا هربا بدينهم. كلمة رشدا يعني اهتداء إلى طريق الحق. الآية رقم 12 كلمة فضربنا على آذانهم يعني أنمناهم إنامة ثقيلة. كلمة بعثناهم يعني أيقظناهم من نومهم. كلمة أمدا يعني مدة وعدد سنين أو غاية. الآية رقم 14 كلمة وربطنا يعني شددنا وقوينا بالصبر. كلمة شطط يعني قولا مفرطا في البعد عن الحق. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.